اهلا وسهلا حبيبتي، كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. مرحبا بكم في فيديو جديده ووصفه جديده. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون فطائر بعجينه واحده. عجينه واحده غادي نخرجوا منها ثلاثه او اربعه ديال الفطائر مختلفه وبنكهات مختلفه وباشكال مختلفه. فطائر اللي نقدروا نحضروهم يعني في اخر لحظه للمائدات افطار رمضان ان شاء الله، ما فيهمش مجهود كبير، وكذلك المقادير ديالهم جد بسيطه وسهله. خليكم معايا باش تعرفوا على الطريقه ديال العجن ولا ديال العجين، وكذلك على الحشوات اللي غنقترح لكم. والا كنت اول مره كتشوفوا الفيديو، ما عليكم غير تشتركوا باش يوصلكم دائما الجديد، وما تنساوش تبارطاجيو وتلايكيو الا عجبتكم لا فيديو. نبداو لا فيديو ديالنا. لتحضير هاد الخبيزات هادو اللي كيجيو غزالين البنات، كيجيو غزالين مع الحريره مع لاصو، خاصه في رمضان ملي ولي ما تشبعوش منهم. انا وليداتي كيعجبهم دائما كنديرهم، واخا ما كنشاركهمش معكم لان شاركت معكم الوصفه من قبل وغادي نعاودها معكم. المهم هاد غنشارك معكم دابا المقادير ديال الحشوه. الحشوه كنجدها هي الاولى وكنخليها ابار، ومن بعد عاد كنوجد العجين. العجين حتى هو دغيا دغيا نشارك معكم المقادير. دونك غادي نحتاج هنا واحد، نقول واحد ربعه د البصلات متوسطين كيف ما كتشوفوا. عندي البصله بزايد لان هي كتحتاج شويه د البصله. والبصله فاش كنشحروها صافي كتهود وصافي وما كتبقاش باينه بزاف. دونك غادي نحتاج واحد ربعه ديال البصيرات. غادي نحتاج واحد شويه ديال المعدنوس، هذا غادي نقطعو وصافي. وغادي نحتاج واحد 250 غرام ديال الكفته. دونك ربعه د البصلات و 250 غرام ديال الكفته. تقدروا ديروا قل، تقدروا ديروا كثر. بغيتوا تضيفوا فيها الفلافل غضيفوا الفلفله حمراء فخيش، غادي تضيفوا الفلفله صفراء خضراء. مي انا نقدر نضيف الفلفله حمراء، فلفله خضراء صفراء ما كتعجبنيش النسمه ديالهم، كيغيروا شويه المذاق، داكشي علاش ما كنديرهمش. دونك كنديرهم في حشوات وحدين اخرين. المهم ما نطولش عليكم. بالنسبه للعطريه غادي نحتاج الملح. الملح غادي ندير على حسب الذوق. غادي ندير شويه ديال الثومه مجففه اولا الثومه العاديه. غادي ندير شويه ديال الاعشاب المنسمه، اما ديروا هادو كرويتا دو بروفانس اولا ديروا فقط الزعتر الى عندكم. الى عندكم واحد العطريه ديال الشاورما ضيفوها، ولا العطريه اللي خاصه بالكفته. انا نوريكم بحالاش، بحال هادي ديال هي فيوند، هي فيوند هاشي ايبيس، ما باين لكمش بزاف. المهم حتى هادي ديال خاصه ب المهم بالعطريه ديال الكفته. المهم كيبقى لكم كامل الاختيار. ما عندكم شي تستغناو عليهم كاملين، غديروا فقط شويه تحميره، شويه ديبزار، شويه الخرقوم، وكما قلت لكم الملح، هادو اللي اساسيين. وتقدروا تضيفوا شي حاجه من هادو اختي اختياريين. صافي هادشي اللي غادي ندير في هاد الحشوه هادي. دابا غادي ندوز باش نحضر معكم الحشوه. غادي ناخذ واحد شويه زويته بلديه، ديروا زيت الزيتون هاد الخويط هكا غير باش غنشحروا فيه داك الكفيته والبصله. وغادي نضيفو البصيله اللي عندنا كيف ما كتشوفوا. غادي نقلب شحال هاد البصيله هادو حتى تنزل شويه. غادي نضيف الاول شويه ديال الملح باش البصله دغيا دغيا كتنزل، والعطريه حتى نضيف الكفته. غادي نضيف الملح هو الاول. بعد ما ضفت الملح غادي نحركها بحال هاد الشكل هادا. ثم البصله صافي بدات كتنزل كتحمر شي شويه. غادي نضيف الكفته، ايوا نزلي مبغاتش تنزل. نحاولو مع مره اخرى البصله صافي. وغادي نبداو هكدا كنفرفسوها. العطريه كما قلت لكم الملح حذفناه في الاول. غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ما كاملاش، غير نص معلقه ديال الخرقوم، نص معلقه ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الفلفل الحلو الاحمر، شويه ديال الاعشاب المنسمه كروتا دو بروفانس. هنا عندي شويه ديال الثوم المجفف، وهنا شويه عندي العطريه ديال الكفته اولا ديال الشاورما. الشاورما وغادي نضيفو كلشي هنايا. غادي نخلطو واحد الريحه طالعه يا سلام، غير مريحتها كتشهي. صافي غادي نخلطو هادشي هذا حتى تجانس مع العطريه، ومن بعد غادي نضيفو المعدنوس. دابا بقا غادي نضيف المعدنوس،
العشيه ديالنا دابا صبحت واجده. غادي ندوزو دابا باش نحضروا العجين. غادي نحتاج دقيق الفينو ودقيق الفورس او السمنه الرقيق فقط، غادي نحتاجو القليل. نحتاج ملح، ياغورت طبيعي، خميره وشويه ديال المليحه، وبطبيعه الحال الماء دافئ للعجن، واحد القليل من الزيت المائده. في الاول غادي ندير حوالي واحد الكاس ديال الدقيق، غادي نضيف عليه الخميره، وغادي نضيف داك المعلقه ديال السكر سنيده، غادي ندير الماء دافي وغادي نخلطو بحال هذا الشكل. هذا كتشوفوه معايا بانه سائل ماشي قاصح، ديرو هكذا. هذه غنحضروا بحال الخميره، هذه الخميره اللي غادي نوليو نكملوا بها العجينه ديالنا، غادي تكون سائله بحال هكذا، ونغطيوها بواحد يعني الفيلم اليمونتيغ، ونحطوها في واحد المكان دافي ونخليوها هكذا كتخمر. غادي نخليوها بضع دقائق، واحد 10 حتى 15 دقيقه، غادي تلقاوها صافي خمرت وصداع في الحجم ديالها. من بعد فاش دوز داك 10 ولا 5 دقائق كيف ما كتشوفوا، داك الخليط اللي درنا صداع في الحجم ديالو واختمر. من بعد ما غادي يختمر غادي نضيفوا له الدقيق. الدقيق البنات من بعد غنقول لكم شحال غادي يجي فيه، ولكن كيبقى الدقيق عينكم ميزانكم على حسب شحال عندكم ديال يعني الكميه. غادي ندير واحد 3 المعالق ديال الياغورت الطبيعي، وغنضيف المليحه، المليحه ضيفوها حتى البنات ما ديروهاش في الاول في الخماره صافي. وغادي نبقى نخلطهم، ومن بعد نبقى نضيف الدقيق يعني الكميه اللي غادي تجمع ليا هذا السائل. هذا غادي نضيف، وغادي نضيف داك شويه بحال دابا ندير واحد نص كاس ديال السميده، ما نديروش بزاف، نديرو حوالي نص كاس ديال السميده الرقيقه اولا الفينو الا كان عندكم يوسع حسن صافي. وندورو اله العجين ونخليو هادشي حتى يتعجن. غادي نبقاو نضيفو الدقيق شويه بشويه حتى نشوفو ان الخليط ولا متماسك. ما غاديش يكون البنات الخليط قاصح، غادي يكون ارطب شي شويه كيف ما كتشوفو، كيتلصق بين الاصابع، ما تخليوهش حتى يقصح. هذا هو زعما لا تيكستور اللي خصها تكون ديال هذا العجين صافي. غادي نشوف سطح العمل اللي غادي نخدم فيه، اولا واحد السطح كبير ولا صحن كبير غادي ندير فيه شويه ديال الزيت، وغادي نحط العجين اللي حصلت عليه، ونحاول نجمعه هكذا باطراف الاصابع باش هكذا نحطو. غادي نديرو كويرات باش ما يتشققليش من الوجه ديالو كيف ما كتشوفوا. فقط العجين يعني شويه رطب، ماشي 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 قاصح بزاف صافي. غادي نبقى دابا نوضع كويرات يكونوا متساويين في الحجم ديالهم، حاولوا ديرهم غير صغيرين لان ما غاديش نحتاجوا كويرات اللي هما كبار، لان كل ما درتهم كبار غادي يجيكم هذا الفطائر كبار، دونك حنا بغيناهم غير صغار باش كيجيو هكذا زوينين. غادي نخليهم هكذا يرتاحوا كيف ما قلت لكم، يكونوا هكذا متقادين. وغادي نبدا نسرح، غادي نبدا نسرح هذيك الاولى اللي بديت بها غتكون ديجا ارتاحت باش هكذا كتساعدني في الخدمه. دونك غادي نخليهم، غادي ندوز باش ندير الفرماج. الفرماج البنات اي فرماج كان عندكم، اما فرماج غابي جوده اولا امينتالا ولا اي حاجه، غادي نضيفوها على الحشوه اللي خليناها قبيله وحضرناها وخليناها حتى بردت، لان الا درنا الفرماج والحشوه سخونه غادي يكون غادي تعجل لنا. داكشي خلينا الحشوه حتى بردت بيد ما صوبنا العجين ديالنا عاد نضيفو الفخوماج كيما قلت لكم اي فخوماج عندكم صافي. غادي نخلطو هذا الحشوه هذه، وغادي نبداو دابا نسرحو العجين ديالنا. كي قلت لكم غادي نبداو بهذيك الكويره الاولى، غادي نسرحها مزيان، ما تسرحوهاش البنات حتى ترقاق بزاف، فقط كيف ما كتشوفوا هكذا باش تجيكم داك الخبيزه تجيكم هشيشه وما تجيكمش غير يابسه. غادي نوضع فيها القليل من الحشوه اللي حضرنا، ونعاود نحط عليها شويه ديال الفخوماج صافي، ونديرها بحال هذا الشكل طول، يعني كتبقاو تجمعوا لها الجنيبات كتقرصوهم بالاطراف ديال الاصابع. انا هنا كنخدم غير بيد وحده، واليد الاخرى راني قابطه بها كنصور كيف ما كتشوفوا، كلشي راه موضح في الصوره. كتحطوا الحشوه في الوسط هكذا بشكل طولي، كتجبدوا هذوك الجوانب كتبقاو تجمعوهم بعد ما كنزيد واحد شويه الفرماج، هذا اختياري غير هو فاش كتزيدوا شويه الفرماج كيجيكم زوين، ملي كيدوب مع داك الكفته فاش كتاكلهم كيعطي واحد المذاق زوين. دونك كنجمعوا لها الجوانب بحال هذا الشكل، هذا كنبقاو نقرصوهم باطراف الاصابع صافي، وكنديروها على شكل بحال شكل باطو، بحال شكل يعني شكل طولي ماشي دائري، يعني راه كلشي موضح في لا فيديو. والعجين كيف ما كتبان لكم البنات العجين رخوه شي شويه، ماشي داك العجينه القاصحه، الا درتوها قاصحه فاش غادي يطيبوا ما غاديش يجيكم هشاش. دونك هذه هي الطريقه، انا هنا درت وريت لكم اما حجم كبير اما حجم صغير، نتوما على حسب شنو بغيتوا، على حسب يعني الشهوه ديالكم. بنفس الفطيره غادي ندير هنايا هاد الفطائر بشكل دائري، انا كنقترح لكم الشكيلات اللي يمكن لكم ديروهم بهم.
داك الكريسات اللي عندنا ولا داك الكويرات غادي نسرحوهم هكذا، غيبقاو لنا بشكل دائري، نحافظوا على الشكل ديالهم. غادي نوضعوا الحشوه اللي حضرنا، وغادي نضيفوا شويه ديال الزيتون مقطع هكا، زيتون اخضر بلا عدم، وغادي نضيفوا شويه ديال الفرماج محكوك. هادو كيف ما قلت لكم تخليهم بشكل دائري، وغادي تجمعهم بحال هكذا، بحال شي رزيمات بحال هذا الشكل. المهم هنايا العجينه راه كتقطع الا رققتوها بزاف، لان انا هنايا كنخدم بيد وكنسرح بيد، داكشي علاش ما تحكمتش في العجين. مي نتوما الا خدمتو بيديكم هكذا بزوج غادي تعرفوا القوام ديال العجين. كيف ما شفتوا هادوك درناهم مدورين وخليناهم. يمكننا كذلك نديرهم هكذا بشكل طولي، يعني العجينه غادي تسرحوها شويه طويله كيف ما كتشوفوا. علاش؟ لان غادي نديروها بواحد الشكل اخر. الفرماج دائما في الاخير كنضيفوا واحد شويه ديال الفرماج، وكنضيفوا الزيتون الا كنتو كتعجبكم نسمه الزيتون، لان كتعطي صراحه نسمه زوينه. شوفوا البنات، من بعد غادي نجمع الجوانب ديالهم بحال هذا الشكل. هادو كما قلت لكم درتهم شويه طوابلين، هادو يجيو بحال دوك الرغيفات اللي كيكونوا مدورين، ولكن هادو جايين على شكل شنيك. غادي نديرهم هكا بشحال شكل حاله زويني، وتا هما غادي نحطهم باش غادي يطيبوا، لان هنايا من عجين وحده خرجنا منها بزاف ديال الشكيلات اللي تقدروا تغيروا، يعني غير من عجين وحده تقدروا ديروا شكيلات وتحطوا المائده ديالكم تكون منوعه. هادو تا هما سرحتهم هكذا بشكل طولي، هذا غادي ندير لهم بحال داك الفطائر التركيه. غادي تشوفوا كيفاش كيجيو. غادي ندير كذلك نفس الحشوه اللي حضرنا، غادي نديرها في الوسط من بعد ما دهنت شويه ديال لاصوص طوماط، وغادي ندير الفرماج من الفوق. وكيف ما كتشوفوا غادي نجمع لهم الجوانب فقط من هنايا، غير من يعني هي من الراس ديالهم، ماشي غنجمعهم كاملين، فقط من الراس ديالهم، وغيعطيني هذا الشكل هذا ديال الفطائر التركيه المعروفه. غادي نديرهم شويه ديال الفرماج من الفوق وصافي، وغادي ندخلهم يطيبوا. هنايا شكل اخر، هذا درت فيه الفرماج فيتا، هادو درتهم كريسات هكذا مدورين، وقبضت داك الفرماج فيتا فتتو هنايا بهذا الشكل هذا، وغادي نضيف عليهم الزعتر. غندير لهم شويه الزعتر، غادي نحكوه هكا بين اليدين ديالي، وغادي نجمع دوك الخبيزات هادوك حتى هما هكا بشكل دائري بحال كريسات. غير حاولوا تضغطوا على دوك الجوانب باش هكذا ما يتحلوا لكمش فاش نبغيو نطيبوهم. وهكذا كنخلي هاد الكريسات هكذا. انا نوعت معكم، كاين اللي كيبغي الحشوه بالكفته، كاين اللي كيبغيها يعني فقط بالفرماج حتى هي كتجي زوينه. وتقدروا تعوضوا الكفته، تعوضوها مثلا بالكفته ديال الدجاج او لا شي حاجه اخرى، او لا تقدروا ديروا فقط الخضر، حتى بالخضر فقط تجيكم زوينه بدون لحوم. هذوك الكريسات الاخرين غادي نخليهم، ما غاديش ندخلهم الفران، هانتوما غادي تشوفوا معايا. غادي ناخذ واحد اصفر بيضه باش غادي ندهن دوك الفطائر ديالي. غادي نعزل الاصفر على الابيض، غادي نضيف معهم القطيرات ديال الحليب باش هكذا نرخي داك اصفر البيض. وتقدروا تزيدوا واحد شويه ديال الخل غير باش كيحيد لكم البنات داك الزفوريه ديال 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 البيض. صافي داك الفطائر يعني خليتو مرتاحو غير واحد شويه ماشي بزاف، وصافي. وغادي نبدا ندهنهم. باش غادي تزينوهم اما ديروا بودور الخشخاش او الزنجلان او الحبه السوداء او بودور الشيا، يعني على حسب شنو نتوما متوفر عندكم. انا هنا غادي نزينهم بودور الشيا وكذلك بالزنجلان الابيض، مهم على حسب شنو نتوما عندكم. الفران كنكون ديجا مسخنه على درجه حراره 200 درجه وصافي. وكندخلهم كنديرهم في الوسط كيطيبوا من الفوق ومن التحت وصافي، وكدغيا دغيا كيوجدوا، غير تشوفوهم تحمروا صافي. تقدروا تقلبوهم من الجوانب ديالهم تعرفوهم راهم طابوا. الكريسات اللي عمرناهم فقط بالفخوماج غادي نسرحهم واحد شويه، غادي ناخذ مقله غادي نرشها فقط بالقليل من زيت المائده، وغادي ندير فيهم هاد الفطائر هادو باش يطيبوا. هادو ما غندخلهمش الفران، انا وريتكم شكيلات، يعني باش اللي بغيتو تدخلوا الفران غديروا في الفران، بغيتو ديروا فقط هكذا في المقلاه غديروا في المقلاه. فين ما نقلبهم يعني نحاول نرشهم بالقليل من الزيت، هذاك الفخوماج اللي درناه لداخل كيدوب وكيعطي واحد المذاق زوين مع النسمه ديال الزعتر، وصراحه كيجيو زوينين المائده افطار رمضان او لا من غير رمضان. فاش كيطيبو كيجيو بحال هاد الشكل هذا، كيجيو زوينين وبنان. كتقدموهم مع كاس الشاي او لا مع اي حاجه بغيتوها، اما لا سوب اما الحريره. كيف غادي تشوفوا معايا،
الفطائر ديالنا اللي درنا في الفران هما هادو. بعد ما خرجتهم صراحه كيجيو زوينين. شوفوا كيفاش رطبين البنات، هشاش هشاش هشاش. تقدروا طيبوهم وتخليهم يبردوا وتحتفظوا بهم في الكونجيلاتور، ديروا في واحد دي ساشي اللي محكمين الاغلاق وتخليهم في الكونجيلاتور. من بعد ما تحتاجوهم كتجبدوهم كيطلقوا كتسخنوهم كيبقاو بحال اللي عاد طيبتهم داك الساعات. الفطائر اللي درت معكم على شكل دي شنيك حتى هما فاش قربوا يطيبوا درت لهم واحد شويه الفرماج حتى هما من الفوق باش هكذا يدوبوا يعطي منظر زوين. وهكذا من عجين وحده حضرنا بزاف ديال الفطائر. وتقدروا نتوما يعني تزيدوا تغيروا في الحشوه ديالكم، تزيدوا الفلافل كما قلت لكم في اول الفيديو، تزيدوا اي حاجه نتوما كتبغيوها. يعني بعجين وحده درنا بها هنايا 3 ولا 4 ديال الشكل ديال الفطائر، وكتقدموها اما مع لا سوب ديال الخضر اولا مع الحريره اولا كيف ما قلت لكم مع كويس ديال الاتاي، كيجيو بنانين وكيجيو زوينين. كذلك يمكن لكم تقدموهم مع الحريره. ويلا بقى لكم واحد الكميه حضرتوها مثلا اليوم وبقى لكم واحد الكميه، يمكن لكم تخليوها في الثلاجه في دي ساشي، ولا غد لي فقط كتسخنوهم في الفران وكتجبدوهم كانكم كما قلت لكم عاد طيبتوهم. يعني هاد الساعه كنتمنى هاد الفكره هذه ديال هاد الفطائر اللي بعجين وحده تكون نالت اعجابكم، وتجربوها وتردوا عليا الخبر اكيد غادي تعجبكم. كنلقاكم في فيديو اخر ووصفه جديده، وكنقول لكم تبقوا على خير ورمضان كريم.